واللغة العربية لا أهميتها. سبحان الله، كان عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن عبد البر في كتابه العلم كان يأمر الولاة أن يعلموا الناس النحو، فتعلم اللغة مطلب شرعي لتفهم النصوص الشرعية. بعض الناس يقول والله النحو والنحو والنحو ما الفائدة منه؟ هذا هو مستوى تفكيرك. يعني لما مثلا يقال أم المنقطعة أم المتصلة يختلف المعنى، يختلف لما تقرأ في النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة، إذا أتتك أم المنقطعة وأم المتصلة يختلف المعنى اختلافا كبيرا في تفسير الآية وفي تفسير الحديث. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو غير صار المعنى معنى سقيما، فليحرص على هذا الجانب.